سيد ونجاح رائع حققته بالعالم العربي بهالاغنية اللي كل النايتات والكلابات والفانز كلهم مبسوطين فيها. أبي انت مبسوط؟ الكليب كمان كان كتير حلو. الحمد لله، انا مبسوط بالنجاح ده ومبسوط بالتبادل الثقافي اللي حصل في الاغنية دي. يعني اخيرا والاول مرة انك تشوف الاجانب هم اللي بيتأثروا بينا، ده كان رسالتي انا، وان انت تشوف الاجانب هم اللي بيلبسوا جلابية ويتكلموا عربي ويغنوا على الطبلة ويغنوا، فهو ده اللي كنت انا عايز اعمله. الحمد لله ربنا وفقني فيه. شوي بنسمع رأي نقاد صحفيين معينين بيقولوا انه تامر بعيد الاغنية شوي هيك للمرأة، كان عم ينكز على نكزة صغيرة، شو بتقول؟ لا، ما اصل ده في السيد ده فيلم من تراثنا العربي وفيلم قديم، يعني ما حصلش الكلام ده ليه زمان يعني. بس الفكرة ان ممكن، يعني بص، هو انا حاولت اتكلم في اغنية وشاور على موضوع محور جدل ما بين الناس، ممكن انت تتفق معاه او لا، بس هو موجود. يعني انا مش بغني حاجة من الفضاء مثلا، هي حاجة موجودة وفي ناس تقول كده وفي ناس تقول كده، والحلو انك تقدم موضوع الناس بتختلف عليه او بتتفق عليه، لازم اقدمه. بس في النهاية هو شكل فاني، وانا عايز اقول اعالج موقف معين كده شفته وقدمته بشكل فاني. بس في النهاية بقول خوفي عليكي من حبي فيكي، مش زي ما بتقولي عليا. بخوف عليكي من حبي فيكي، مش زي ما بتقولي عليا. ده يا بخت من بكاني يا بنتي، ولا ضحك الناس عليا. بخوف عليكي من حبي فيكي، مش زي ما بتقولي عليا. يا بخت من بكاني يا بنتي، ولا ضحك الناس عليا. وطلع عالي في دليل وجمال خدي مولا الليل، كل حاجة وسنا تحدي من غير ما اصلا نعمل ايه. نسرين ياسين والتعامل مع النجم اللبناني نيكول سابا، كيف راح يكون؟ نيكول صديقة عزيزة وفنانة كبيرة وأنا بعزيها جدا جدا، إن شاء الله ربنا يكرمها. ونيكول عندها كممثلة عندها طاقة كبيرة جدا لسه محدش شافها، إن شاء الله هيشوفوا نيكول بشكل جديد في المسلسل ده بإذن الله، ونعمل حاجة تعجب الناس إن شاء الله. الممثل فرق تامر الفنان شوية؟ الممثل سرق المطرب قصدك؟ الممثل سرق يعني، ممكن في فترات هما بيقعدوا يتخانقوا مع بعض شوية كده وشوية كده. جديدة ان شاء الله المسلسل وديو مع ايكون ان شاء الله، وبعديه انا وبيتبول وايكون برضه معانا. هيدي الديوات مع الفنانين العالميين، هل هي اثبات انه تامر عجوز صار عالميه؟ لا مش اثبات، انا مش بقول انا بوصل للعالميه على فكره والله، يعني انا بقول انا بحاول اوصل لغتي ومزيكتي للعالم كله، ده اللي بحاول اعمله. يعني ما يهمنيش كلمه عالمي قد ما يهمني ان الاقي الغرب كلهم بيسمعوا اللغه العربيه دي وبيرددوها وبيعرفوا الريتم الشرقي والطبله ويتكلموا عربي، ويعني هو ده المهم بالنسبه لي اني اثر. مش من كلمه عالمي دي لا تعنيني في حاجه، هو اني اثر دي بالنسبه لي اقوى من ان انا بتقال عليا عالمي ومش مؤثر، ما بعملش فكره بالكالتشر بتاعتي بثقافتي العربيه، لا. يبقى ما هو ده هدف. ثلاث سنين وين وشوفي عفيف؟ ان شاء الله في مصر باذن الله، وان شاء الله بقى نحضر حفله في لبنان. صح؟ هو ده هيدا هو حلاوه.